مهلا والله يبارك بضوني في كابشي ديال هكا استفادوا منها على المستفيدين من البروموسيون راه يطلع خاوتنا باذن الله ما راهش راح تحبس كامل تستفادوا هذه وي خويا سطينا سطينا بالبركه ان شاء الله عنابه ناس عنابه ايه ونوصل عنابه الله يبارك داو واحد الف مبروك عليهم خاوتنا اللي استفادوا معنا من هاد لاطاب هذيك وناس شعيب الله يبارك استفادوا معنا من لاطاب صالمون شي خاوتنا هذوما ناس تيارات كيف ما تيارات قال لك انا قلعه شويه بعيده الو عجبتني هذه الطابله شو الطابله اللي خيرها خويا لا بن شعبان هاي بن شعبان غير هنا قال خويا انا نضرب بايو بيج ما شفتش بايو بيج حبيت نعطوا له بايو بيج شعبان ما داش غير بايو دوك عمي حسين قال لي باللي داو ميم لاطاب صالمون وهذه لارجون فري الله يبارك مع زيد تبع مع لاطاب هذه يعني كي تكومبلي ناس بوغارة ويعني راه غير الجواري الناس القليعة كيف الله يبارك استفادوا معنا من لاطاب الاكواريوم وهاي ليكم من الدوها الناس بسماعي الف مبروك على كامل المستفيدين خاوتنا والناس وهران يروحوا لك غير في الملاكي غير في الحاجة الروايا هاليكم بالبركة عليهم اللي استفادوا معنا من هاد لاطاب والله يبارك خاوتنا كما راكم تشوفوا راهي تدخل سلعه كما راكم تشوفوا هنا جبنا لكم طاوله جديده سلعه تدخل من الله يبارك وسلعه تخرج منا ما شاء الله كما راكم تشوفوا مرسيل الله يبارك العائله الكبيره داو الطابله الكبيره هنا كامل في المحل هاوليك هاو هنا ما تخافش